سواء قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطه والصغيره والمتناهيه الصغر بالاشراف على افتتاح فرع التامين اسوان باعتباره الفرع الرابع بهدف مسانده المشروعات الصغيره والتي تتضمن دفع التعويضات الى الجهات المانحه للقروض عند تعثر المقترض وتوقفه عن السداد، وذلك لضمان استمراريه المشروع. تفاصيل اوفى مع الزميلين الدكتور احمد محمدين واشرف عباس. أكد الأستاذ مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للتأمينات بأن الهدف من إنشاء الفرع في أسوان هو المحافظة على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة التي تشمل المشروعات المرتبطة بالسياحة والزراعة والتعدين، وأضاف بأن تلك المشروعات ستكون هي قاطرة التنمية في الاقتصاد. احنا عندنا اهتمام بمحافظة أسوان، اهتمام كبير جدا، وبنرتب لافتتاح الفرع ده منذ عدة شهور طويلة، ووجدنا ان احنا بحاجة للتواجد في المحافظة الواعدة واللي بتنمو فيها السياحة، واللي بنأمل ان هي تكون قاطرة نمو لبعض انواع التأمين لدينا. احنا من الجهات التأمينية المتخصصة في التأمين متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فبنستهدف فئة كبيرة جدا من عملاء التأمين متناهي الصغر اللي هو بنسميه تأمين لمحدود الدخل، اللي بيعود بنفع وفوائد غير عادية جدا على العميل. الجمعية متخصصة في أكثر من نوع تأمين، على رأسه تأمين عدم السداد والتالي له تأمين متناهي الصغر. بما وجدناه في محافظة أسوان المحافظة الواعدة، فرع رقم 14 للجمعية هيكون إن شاء الله لينا دور كبير ولينا دور فعال في نشر الوعي التأميني، في تقديم خدماتنا لكل أبناء المحافظة من اللي يرغبوا في التعامل مع الجمعية في أنواع التأمين المتخصصة فيها الجمعية، اللي هتعود بالنفع وتحقق الشمول المالي اللي هو هدف رئيسي من أهداف الدولة والتي تتبناه بالضرورة الهيئة العامة للرقابة المالية. طبعا الدولة كلها بتولي اهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة. الجمعية المصرية للتأمين التعاوني بدورها بتقوم بالتأمين على كل الأنشطة اللي تخص المشروعات الصغيرة ومتوسطة، ومن هنا لقينا طبعا ان اهتمامنا بالصعيد واهتمامنا باخواتنا في جنوب الوادي، ففتحنا او قررنا فتح فرع في مدينة اسوان عشان ننهض ان شاء الله مع النهضة اللي ماشية في اسوان الحقيقة من كل الاتجاهات. الجمعية بتأمن على كل القروض اللي بتمنح للشباب متناهي الصغر او مشروعات صغيرة او متوسطة، وبتعمل كل التأمينات العامة الاخرى، وربنا يوفقنا ان شاء الله ويكون فتحة خير على الجمعية وعلى أسوان في نشاطها إن شاء الله. إحنا في قنا الحقيقة لينا نشاط، وفي أسيوط لينا نشاط، وسوهاج بنغطيها برضو من خلالهم، وفي المنيا وبني سويف والفيوم، وقلنا لازم أسوان عشان نكمل السلسلة بتاعت المشروعات اللي في الجنوب إن شاء الله. المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي قاطرة التنمية الاقتصادية في كل بلاد العالم. البلاد اللي سبقتنا وتقدمت المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقت بتمثل نسب تفوق 60-70% من النشاط الاقتصادي في هذه الدول. اكيد احنا في مصر لازم ناخدوا حظو البلاد اللي سبقتنا، ولازم ان شاء الله نمشي مع سياسة الدولة في ان احنا ننهض بالمشروعات الصغيرة، بنخلق فرص عمل للشباب، بنخلق مشروعات جديدة، بندي فرصة كمان لان احنا ننمي المهارات التسويقية والتصدير للشباب، وده شيء بيعود بالنفع على بلدنا ان شاء الله. اسوان هي منفذ لينا للجنوب والافريقيا، واكيد اسوان مشهورة طبعا ببعض المشروعات الخاصة بيها، لكن احنا هنا بنلعب دور ان احنا نمول كل المشروعات عشان ننمي هذه القطاعات على مستوى أسوان كلها بإذن الله. فيما أوضح الأستاذ يحيى العجمي رئيس مجلس الإدارة بأن افتتاح الفرع في أسوان جاء من أجل المحافظة على تلك المشروعات من التوقف. محافظة أسوان تشهد افتتاح مشروع هام من أجل تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لحماية هذا الاقتصاد الذي ينمو بشكل مضطرد في محافظة أسوان. كان معكم من مدينة أسوان أشرف عباس، القناة الثامنة.